أهلا بكم مشاهدينا، أحييكم مجددا من القدس. ومحطتنا التالية تقف عند حضارة نبعت من أرض الثلج والخضرة والأنهار من بلاد القفقاز والتي تمتد بين روافد نهر كوبان. إنها حضارة الشركس، والذين وبالرغم من مرور سنوات طويلة على انسلاخهم من موطنهم الأصلي في القرن 19 بسبب الحروب وهجرتهم إلى بلاد الشرق الأوسط، ما زالوا يحافظوا بحرص شديد أينما حلوا على عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم الذين يقدسونه. الزميلة وفاء يوسف أعدت لنا التقرير التالي. أساطير وعادات، تفسير أحلام وتنجيم، فلك وأبراج، إنهم الشركس. تفاصيل حكاية هؤلاء القوم تنبع من أسطورة شهيرة تقول إنهما إن وطئت أقدامهم أرض إسرائيل حتى خلعوا أحذيتهم ومشوا فيها حفاة لاقتناعهم أنها أرض مقدسة. تتناقل أجيالهم هذه الرواية منذ أن هاجروا من ديارهم في القفقاز قسراً في ستينيات القرن 19. الاسم القومي تبعنا اللي احنا بنعرف فيه حالنا هو مش كلمة شركس، أديغا بمعنى الإنسان الكامل، ليس كإعلان إنما كتربية كواجب. وبعد عناء هذه الرحلة التاريخية يطيب المقام بالشراكسة في إسرائيل في قريتي الريحانية في الجليل الأعلى وكفر كما في الجليل الأسفل، واختاروا أن يكون لهم موطئ قدم، فكان أن انخرط شبابهم في الجيش الإسرائيلي، إلا أنهم وضعوا خصوصياتهم الشركسية في حصن حصين من رياح التغيير. كل واحد، كل بني آدم في العالم في عنده الحساسية إلى الوطن، المحبة إلى الوطن. إحنا كسكان إسرائيل هون وسكان قرية كفر كما نعيش مع بعض كشراكس، يعني كنتفة صغيرة بنفس البلد، يعني العادات والتقاليد لسه كاملة زي ما كانت بالوطن بالشركسية. كل المعالم في كفر كما تعيدك إلى عصر قرأته ولم تراه، بيوت من طين وحجر وجدران صبغت بألوان لا يفهم لغتها إلا الشراكسة. نعم، يتعلمون العبرية والعربية والإنجليزية، إلا أن الشركسية تبقى أصل التواصل بينهم ويتوارثونها أبا عن جد. اللي بيجي على المتحف هون بيشوف شو قصة القرية، مش بس الشركس، وقصة الشركس القصة العالمية. يعني بيشوفوا كتير اشياء متعلقة لتربية الاطفال، بيشوفوا شو الزي للمرأة والرجل، مش زي بس عشان يحفظ على حاله، الا زي بيبين كيف الرجل كان لازم يكون محارب، كيف المرأة كانت لازم تكون كتير كيف بيقولوا لطيفة كتير. وان ارتبط الرجل الشركسي بلغة الحرب فان له مع المرأة لغة اخرى. وبقي أنه نذكر أيضا أنه الشركس يحيون في 21 من شهر أيار من كل عام ذكرى خروجهم من وطنهم الأصلي من القفقاز. ومشاهدينا، من استوديوهاتنا في الناصرة ينضم إلينا الخبير في شؤون الشركس السيد عدنان غوركوز. أهلا بك سيد عدنان. مساء الخير. بداية تحكي لنا عن الظروف الحياتية والاجتماعية للشركس في إسرائيل. في إسرائيل في قريتين شركسيات، الصغيرة الريحانية في الجليل الأعلى الشرقي، والكبيرة كفر كما في الجليل الأسفل الشرقي. في القريتين مع بعض في تقريبا 4000 نسمة، شيء 1100 عائلة، ومقسمين إلى عائلات، من عائلة في 4-5 عائلات صغيرة إلى 90-95 عائلة. اليوم احنا عايشين كإسرائيليين بكل موضوع، ما عدا في الأعراس وفي مناسبات خاصة اللي بتخص الشعب الشركسي اللي احنا بنحافظ عليهن وبنحاول ما ننساهنش، مثلا الرقص الشركسي،
اللي كل واحد شركسي بتعلم وبرقص ومفروض فيه انه يعرف يرقص. الاعراس بفحوه شركسيه. البيت بيت شركسي فيه لليوم بقايا من العادات والتقاليد الشركسيه. في كل موضوع. ايضا الشركس بتجوزوا فقط شركس، يعني لا يتم زواج مختلط يعني. وهون بدي اسالك استاذ عدنان، كيف قدرتوا انه تحافظوا هالقد على العادات والتقاليد الشركسيه في ظل كل يعني يمكن يعني التاثيرات الخارجيه الموجوده؟ يا ريت قدرنا نحافظ 100% على كل العادات والتقاليد الشركسيه، لان العادات والتقاليد والحضاره بحد ذاتها هي ديناميه، هي بتتغير مع الوقت ومع البيئه اللي احنا عايشين فيه. لهذا السبب الجوهر ضل، تعبيرات الحضاره تغيرت مع الوقت. فصح بنحافظ كمجتمع كلياتنا، بنعمل كل جهدنا انه نحافظ على الاشياء هذول، انما كمان نتغير مع الوقت ومع البيئه اللي احنا عايشين فيها، من دون ما نكسر الادوات، من دون ما نكسر العادات والتقاليد. طب سيد عدنان، كاقليه موجوده في اسرائيل، هل بتحظى بكل الحقوق اللي موجوده للاسرائيليين عموما؟ خاصه نذكر هون انه الشركس بخدمه بالجيش ايضا. للأسف أنا ما سمعتكيش، إذا بتقدري ترجع. سألتك إنه الشركس هن أقلية في إسرائيل، فهل بتحظى بكل الحقوق اللي بيحظى فيها الإسرائيليين في هاي البلاد؟ خاصة كمان بدي أذكر هون إنه الشركس بيقوموا بخدمة في الجيش. شو فهل بتحظى بالحقوق كاملة ومتساوية؟ في الواقع الحقوق الكاملة ما فيش لأي إنسان، مش شركس وبس. السؤال مش هيك، السؤال هل احنا بناخذ حقوقنا ب 80% 90% 100%؟ ما فيش طبيعي هذا الشيء. بقدر اقول احنا بناخذ تقريبا 70% 80% اذا بحكي بنسبه مئويه، وبنشعر هذا الشيء يوم في كل الاطارات اللي عندنا، ان كان في المدرسه او في المجلس او حتى في معامله السلطه الاسرائيليه معنا. نعم. طب مع هذا لازم اكون نزيه. نعم. هناك اشياء كثيره حسب رايي اللي بتقدر تتحسن، واللي بتقدر تقلص من ال 30% هذول اللي ضلوا. مثل تشرح لنا اكثر عن ايش هي الشغله. مثل مثلا انا بلاقيش اي حاجه في مثلا في ارسال شركسي لما بعمر بيت لمكتب خاص للاقليات. نعم. التقسيم حسب رأيي لازم يكون تقسيم مهني جغرافي نقطة، لأنه المرات الوضع بيصل ل مضحك قليلا. شركسي من كفر كما صاحب له فرضنا في كفار تبور، اثنين نفس الجيل نفس الخدمة عملوا نفس كل شيء، لما بدهن يعمروا وبدهن مساعدة الشركسي بودوه زي ما قلت لك لمكتب الأقليات، وجاره من كفار تبور بيودوا له مكتب بيسموه مكتب اللواء او المنطقه المخوز. فلهذا السبب في اليوم فرق بين وبين. نعم. طب بدي اسالك استاذ عدنان، بالنسبه للحنين للوطن، يعني هل بتشعر انه يعني بعد في حنين للوطن؟ وانا مش بس عم بسال عن جيلك انت، يعني هل بتشعر هذا الشيء مع جيل اولادك او اولاد اولادك ربما اللي يمكن ما عاشوش الاجواء اللي انت عشتها؟ فهل الحنين للوطن تلاشى ولا بعده موجود؟ لو سالتيني هذا السؤال قبل 35 سنه كان قلت لك في حنين، الحنين حلم. نعم. أما بال 91 90 لما أجا غورباتشوف وفتح الباب الحديدي أو الحائط الحديدي تبع الاتحاد السوفيتي، طوالي إحنا جددنا العلاقة مع الوطن. ومن يومتها إحنا بنقوي العلاقة تبعتنا مع الوطن، تقوية العلاقة، تبادل أعراس عرسان وعرايس، تبادل بعثات من كفر كما لهناك ومن هناك لهون، من الريحانية لهناك ومن هناك لهون، كل الأشياء هذول تعبير عن الحنين. نعم. معقول أنه مش حنين رومانتي رومانسي. نعم. إنما طب سيد عدنان، قبل ما ننهي لقائنا أنا بدي أسألك عن العلامة الفارقة للشركس، وهي القبعة يمكن اللي أنت كمان لابسها، شو حكايتها القبعة؟ الحقيقة اللباس الشركسي باختصار لو سمحت. نعم. بيختلف عن باقي الألبسة القومية، هو لباس اللي مناسب ومطابق للإقليم هناك، للبيئة هناك،
من ناحية الجو، وفي نفس الوقت هو كمان مناسب لظروف الحياة اللي مر فيه الشعب الشركسي. بما معنى في نفس الوقت 300-400 سنة الشعب الشركسي كان مفروض يكون مستعد للحرب. نعم. أمام الروسي اللي بحاول لإلك. شكرا جزيلا لك عدنان غوركوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصرة.